وزي ما انت عارف بقى وانا دايما اكون موجود معاك احب احكي لك قصه، قصتنا مع المعتاده، واحكي لك حدوته صغيره تطلع منها بعبره كده افكرها لك. كان في راجل صياد بيطلع كل يوم يصيد سمكه ويخليها ببيته لحد ما ياكلوها وتخلص ويطلع يصيد سمكه تاني غيرها. الصياد ده في يوم صاد سمكه وجابها بيته، فمراته وهي بتنظفها لقيت فيها لؤلؤه كبيره، فندهت عليه بتقول له شوف اللؤلؤه الكبيره دي اللي انا لقيتها في السمكه. فصياد كان دوره واحد بتاع مجوهرات وكده، فاخد اللؤلؤه وراح له، فبيقول له انا لقينا اللؤلؤه دي في السمكه. فجاره بيقول له ان اللؤلؤه دي لا تقدر بثمن، واللي يقدر يقدرها اكتر هو شيخ المدينه. فراح الصياد واخد اللؤلؤه دي وطلع على شيخ المدينه يقول له انا لقيت اللؤلؤه دي. فشيخ المدينه عجبته وبيقول له برضه ان اللؤلؤه دي لا تقدر بثمن، دي اغلى واعظم لؤلؤه انا شفتها، بس اللي يقدر يقدرها اكتر هو الامير. فالصياد اخذ اللؤلؤه دي وراح بيها لامير البلد. امير البلد شاف اللؤلؤه وعجبته وقال له ان اللؤلؤه دي عجبتني وانا هقدرك عليها، انا هدخلك الخزنه بتاعتي لمده 6 ساعات تاخد منها اي حاجه انت عايزها. فالصياد بيقول له ايه 6 ساعات كتيره، كفايه 2 ساعة بس. فالامير بيقول له لا، ادخل خد راحتك وخد وقتك واقعد 6 ساعات وكل حاجه انت عايزها خدها وتبقى ملكك مقابل اللؤلؤه دي. الصياد دخل الخزنه بتاعت الامير، ليه بقى؟ ان هي خزنه كبيره فيها 3 اجزاء، جزء كله حلي ومجوهرات وذهب، والجزء الثاني لبس، والجزء الثالث كله اكل، كله اكل اللي يشتهيه الانسان. فدخل الصياد ده جوه الخزنه دي، وهو بقى موجود جوه الخزنه بيقول ايه بقى، الوقت طويل، فاما ادخل الاول اكل واشبع عشان ادي نفسي طاقه واقدر اخد اللي انا عايزه بعد كده. وبالفعل الصياد دخل الغرفه اللي كلها اكل وبدا ياكل كتير لحد ما شبع. كانت عدت اول 2 ساعة، بعد كده طلع بقى عشان يجمع الدهب، راح قال ايه ده، اما اريح شويه. فراح مريح على الفرش اللي موجود في الخزنه دي، واللي حصل بقى ان هو نام 4 ساعات، فاذا بالحراس بيدخلوا عليه، يا احمق اصحى انتهى الوقت. فالصياد بيصرخ فيهم انا ما لحقتش اخد حاجه سيبوني. قالوا له 6 ساعات عدت، وشالوه ورموه بره الخزنه. وعدت 6 ساعات والصياد ما خدش اي حاجه وخسر اللؤلؤه اللي موجوده معاه. على فكره بقى الصياد ده هو انت، انت الصياد اللي كل يوم بتصيد سمكه في رحلتك ومسيرتك وسكتك. انت الصياد اللي معاك لؤلؤه كبيره، هي المرحله اللي انت موجود فيها، هي مرحله الثانويه او مرحله الكليه. انت الصياد اللي معاك كنز اللي غيرك كتير بيحلم بيه. انت الصياد اللي كنزك اللي الناس فقدوه بيحلموا انه تتاح ليهم فرصة يبقى معاهم الكنز ده. ايه بقى اللي بيحصل؟ ان انت ممكن وانت في رحلتك تضيع الكنز بمغريات الحياة اللي موجودة حواليك، تضيع الكنز اللي موجود معاك بإهمالك واستهتارك، تضيع الكنز اللي موجود معاك بلعبك وسهرك، تضيع الكنز اللي موجود معاك بنومك. وبعد ما تضيع منك الفرصة دي
وبيضيع الوقت المتاح ليك للكنز ده، ترجع تندم وتقول انا ما عملتش حاجة او انا ما حصلتش حاجة. طالب ثانوية عامة، اعرف ان انت موجود في مرحلة مهمة في حياتك. المرحلة دي هتعمل لك اعظم نقلة في حياتك. المرحلة دي اللي هتخليك انت اللي تبقى الامير، تبقى امير حياتك وتوصل لاعظم قيمة في المستقبل اللي جاي. المرحلة دي هي اللؤلؤة اللي في ايدك، اللي انت ممكن تضيعها بتنازلك، لكن انت لما سمعتني في اللحظة دي فانت هتواصل وتكمل، مش هتضيع اللؤلؤة اللي في ايدك دي، هتواصل السعي والرحلة والمسيرة عشان تبقى انت امير ومعاك لقلق كتير. كمل وانت واثق في معية ربنا سبحانه وتعالى، واعرف ان التجارب واللحظات الصعبة اللي انت بتمر بيها ما هي الا وقود يدفعك انك تكمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه في حديثه الشريف؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيرعى العبد ويخاف على العبد كما تخافون على المريض منكم من الطعام. عارف انت كده لما يبقى حد تعبان وخايف لا تأكله، على الرغم ان الاكل ده هو اللي فيه الطاقة، بس انت خايف لا تأكله لا يتعب منك اكتر. ربنا سبحانه وتعالى بيخاف عليك اكتر من خوفك انت على المريض ده. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك دايما معاك بيطمنك، دايما معاك في رحلتك. ربنا سبحانه وتعالى اللي اراد انك تسمعني في اللحظة دي وانت ممكن مهموم وحزين، وانت ممكن شايل على كتافك حمل السنين وانت خايف من بكرة. ربنا اراد في اللحظة دي انك تسمعني عشان تطمن وتكمل وتواصل الرحلة يا بطل. يا رب دايما كده اشوفك مميز وناجح، يا رب دايما كده اشوفك ساعي لحلمك وهدفك، يا رب دايما كده اشوفك بتحاول وتواصل وبتكمل المسيرة والرحلة عشان في يوم من الايام توصل. اتمنى يا رب ان اشوفكم دايما كلكم ناجحين، دايما كلكم موفقين، دايما كلكم بتحاولوا عشان في يوم من الايام توصلوا. اعرف اللحظات الصعبة هتعدي، وكل تجربة واختبار انت تعرضت ليه في حياتك هتاخد منه الدروس والعبر، بيؤهلك لتجربة اكبر في حياتك اللي جاية، لان انت تستحق التميز. اعرف اكثر الاشخاص نجاحا هم اكثرهم قدرة على تجاوز الصدمات في حياتهم، هم اكثرهم قدرة على تجاوز العقبات في حياتهم. كل ما انت تتجاوز عقبات في حياتك في يوم من الايام هتوصل وتنجح، انت تستحق الوصول. ربنا دايما معاكم ويسلمكم وينجيكم وبالخير دايما يرضيكم. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.